بص، التلج حوالي متر بره. هو ازاي درجة الحرارة بتكون 10 تحت الصفر و20 تحت الصفر و25 تحت الصفر والناس بتكون في البيت قاعدة بنص كم او قاعدين بلبس صيفي عادي؟ يعني الموضوع ده انا ما كنتش اعرفه والله وانا في مصر، عرفته بس هنا. تعالى اوريكم. بس أول حاجة، البيوت مبنية مش من الطوب، مبنية بلوكات أسمنتية. ده بدي بلوكات، البلوكات ده هي زي اللي هناك دي، بلوكات اللي هناك دي، فالبلوكات دي عازلة للحرارة بشكل كبير. الحاجة التانية ودي الأهم، المكنة دي شبه السخان، دي شبه السخان بالظبط، تمام، بتعدي في المية في مواسير زي دي، مواسير زي دي، وتعدي البيت كله. هقولها لكم ثواني. ادي المواسير اهي، دي ماسوره، دي سخنه على فكره، دي برضو ماسوره، وفي بقى البطاريه دي، البطاريه دي سخنه خالص، مش سخنه قوي، هي بتكون دافيه جدا، تمام. كل ما درجه الحراره بتنقص بيعلوها من بره من المكنه اللي انا وريتها لكم. يعني مثلا اوضه كبيره زي كده بيكون فيها 2، بتكون بقى موجوده في المطبخ وموجوده في الحمام وموجوده في كل مكان، شايفين المواسير في كل مكان اهي، دي اللي بتخلي الدنيا دفا دفا جدا. بص اوريكم برضه، ادي الشارع من الثلج.